العاشر من محرم الحرام عام 61 هجري، في مثل هذا اليوم استشهد مولانا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام ورجال من أهل بيته وأصحابه، مظلومين عطاشا جائعين في أرض كربلاء، وصلبت حريمه وأخذوا سبايا، وبكت السماء 40 صباحا بالدم. وفي عصر عاشوراء ذهب خولي بن يزيد الأصبحي لعنه الله بالرأس الشريف لمولانا الحسين عليه السلام إلى الكوفة